بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، ونسأله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالصالحات وأن يجعلنا من أهل الجنات، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، مكة شرفها الله بلداً ميزه الله سبحانه وتعالى واختصه واختاره، وهذه حقائق قرآنية ذكرها ربنا جل جلاله في كتابه الكريم، وكذلك حقائق نبوية ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة، وهذا ما وقفنا معه طوال الأيام الماضية من خلال الوقوف مع آيات خصائص هذا البيت، والتي وقفنا فيها مع ثمان خصائص. وقفنا مع خصيصة الهدى، وكذلك خصيصة البركة والقيام والأمن والقبلة والمثابة والطهر، فهذه من خصائص هذه البيت التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. ووقفنا مع تلك الآيات التي ذكرت تلك الخصائص، فوقفنا مع قول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فتضمنت هذه الآية خصيصة البركة وخصيصة الهدى للعالمين، وكذلك قول ربنا جل جلاله: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، فوقفنا مع خصيصة المثابة وخصيصة الأمن، وكذلك قول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وهذه خصيصة القبلة. وأيضاً وقفنا مع قول الله عز وجل: أولم نمكن لهم حرماً آمنا، وقول الله عز وجل: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وهذه خصيصة التحريم. ووقفنا مع قول الله سبحانه وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس، وهذه خصيصة القيام. ووقفنا مع قول الله عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين، وهذه خصيصة التطهير. فهذه من الخصائص التي ذكرها الله في كتابه عن هذا البيت. ثم مجموع التعامل وفق تلك الخصائص يجمعه تلك الكلمة العظيمة في كتاب الله عز وجل التي هي التعظيم، وهذا في قول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وباتفاق المفسرين أن المقصود بالشعائر أول ما يدخل فيها أماكن الحج وأعمال الحج، وأعظم الأماكن المرتبطة بأعمال الحج هو هذا المسجد، وأعظم ما في هذا المسجد
هو هذا البيت الكعبة الشريفة، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما بركت ناقته كما مر معنا في الحديث القصواء، فقال قولته صلى الله عليه وسلم: والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. وأيضا إجابته على ما قال سعد رضي الله عنه يوم الفتح، عندما سعد، والمقصود سعد بن عبادة رضي الله عنه، يوم الفتح عندما مر أثناء دخولهم إلى مكة وسعد في كتيبة الأنصار، فمر على أبي سفيان ومعه ابن عباس، فقال له سعد: اليوم يوم تستباح فيه الكعبة. فذهب العباس وأبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبره أبو سفيان بما قال سعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب سعد. والمراد أنه لم يكن قوله صوابا، قال كذب سعد، اليوم يوم تعظم فيه الكعبة وتكسى فيه الكعبة. فإذا هذا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الإطار الذي يؤطر فيه التعامل مع هذا المكان ومع هذه الأرض الحرام ومع هذا البيت الحرام ومع آثار الخليل إبراهيم، إنما يؤطر ذلك كله بهذه الكلمة التي هي التعظيم، وأن التعظيم يعني الإجلال ويعني الاحترام ويعني التقديس لهذه الأماكن المعظمة، فيعاملها الإنسان بهذه الهيبة وبهذا الإجلال. ثم أيضا استعرضنا عددا من تلك النصوص النبوية بعد الوقوف مع تلك الآيات القرآنية والخصائص التي جاءت مخبرة عن تميز هذا البيت، وقفنا أيضا مع عدد من النصوص النبوية من خلال هذا المجموع الموسوم بالأربعون المكية، وهي أحاديث جمعت في فضائل ومكانة البيت والمسجد والبلد الحرام. ووقفنا مع عدد من تلك النصوص، كانت البداية بحسب ترتيب جمعها البدء بالمكان، ثم ارتباطه بالإنسان، والمكان أعظم ما فيه وهو البيت، فكانت البداية بالبيت بحديث أبي ذر رضي الله عنه حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أي مسجد وضع في الأرض أول؟ فكانت البداية في هذا المتن بهذا النص الذي أخبر عن الأولية، ثم بعد ذلك كان بذكر نصوص دلت على قدم ارتباط الإنسان، والإنسان العابد الصالح، بل الإنسان المصطفى المميز المختار، وهم أنبياء الله ورسله، فكان ارتباطهم بهذا البيت العتيق. فذكرنا النص الذي أخبر عن حج موسى بن عمران وحج يونس صاحب الحوت، فكان هذا النص للإعلام بأن هذا البيت ارتبط بالأنبياء منذ قديم الزمان، فلذلك هذا المكان مكان عبادة، هذا المكان مكان مميز، هذا المكان أيضا ارتبط بأنبياء الله ورسل الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك كان الوقوف مع عدد من القضايا المرتبطة بهذا البيت من حل السفر إليه، وأنه أول المساجد التي يجوز السفر إليها وشد الرحل إليها، وأيضا ما جعل الله عز وجل فيه من الخيرات والبركة ومضاعفة الأجور. ثم الوقوف على عدد من مفردات الآيات البينات التي في هذا البيت، فكان الوقوف مع الحجر الأسود ومع المقام ومع زمزم ومع الحجر ومع الركن اليماني، وكانت هناك عدد من النصوص التي أوقفتنا على تلك الآيات وعلمتنا
ما لها من المكانة في ميزان الله، وكذلك علمتنا كيف نتعامل معها لنكون على هدى من الله سبحانه وتعالى، لأن العبادة لله عز وجل اتباع وليست ابتداع. فلذلك وقفنا مع تلك الآيات البينات في هذا المسجد الحرام، ثم بعد ذلك كان الوقوف مع الفضائل التي ربطت بهذا البيت والتي يتقدمها الصلاة، والتي بني البيت لتكون هذه العبادة هي العبادة الأم التي ترتبط بهذا المكان. وأيضا وقفنا مع أن هذا كان هو مقصود السكنى للخليل إبراهيم عليه السلام في هذا المكان، في هذا الوادي، جيرة هذا البيت، إنما هو إقامة الصلاة منه ومن أهله ومن ذريته. وهذا في قول ربنا جل جلاله: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. ومن هنا قلنا استنبط العلماء من خلال هذه الآية وفهمها وبلاغة صياغتها أنها أفادت الحصر، أي أن مكة لا تسكن إلا بنية العبادة وفعل الطاعة، فلا تسكن مكة كغيرها من البلدان لمجرد السكنى والإيواء، وإنما يسكن هذا البلد بهذه النية، وهي نية العبادة والطاعة لله عز وجل. لأن الآية أخبرت وأفادت أن الخليل إبراهيم اختار هذا المكان، وقد أخرج ولده من بلاد الأنهار والأشجار والثمار، وأسكنه في واد غير ذي زرع. وقال العلماء في قوله غير ذي زرع، وما قال غير مزروع، أنه مكان لا يصلح للزراعة، وليس الأمر لأنه ليس هناك أحد يزرعه، بل هو مكان لا يصلح للزراعة، فدل ذلك على أنه لم يأتي لأجل طلب دنيا. وبقوله عند بيتك المحرم أفاد أن الجوار جوار طاعة وعبادة، فمن هنا قال العلماء أن مكة شرفها الله لا تسكن إلا بنية العبادة والطاعة لله عز وجل. وأعظم الطاعات التي لا ينبغي لساكن الحرم ولا إلى القادم إلى الحرم أن يفرط فيها الصلاة، وأن هذا هو نظام الخليل إبراهيم عليه السلام، أول من سكن البيت ورفع قواعد البيت. وكما قلنا أن كل البلدان بلا استثناء تاريخها مع الأنبياء أن الناس يسكنوها، ثم يكون منهم الخلل والخطأ والإفساد، فيبعث الله فيهم النبي لإصلاح ما أفسدوا وتغيير ما أفسدوا. أما مكة شرفها الله فكان البدء فيها ببيت النبوة قبل الناس، فكان بيت النبوة قبل مجيء الناس، وهذا تميز لها وإعلام بأن منهج الأنبياء وطريق الأنبياء هو الميزان والمقياس لمن سكن مكة أو جاء إلى مكة وجاور مكة، فإنه لا بد أن يعي أن المقياس هنا بيوت الأنبياء، بل أبرك بيوت الأنبياء بيت الخليل إبراهيم عليه السلام وابنه خليل الله محمد سيد الأولين والآخرين. فهذا هو المقياس لمن سكن هذا البلد ولمن جاور هذا البلد، وهو أمر ما أحوجنا كلنا إلى أن يكون محل الدرس ومحل الوقوف والتأمل والتدبر فيه. ثم أيضا العبادة التي أيضا اختص بها هذا المكان وهو الحج، هذه العبادة العظيمة والتي قلنا أنها من الدين المشترك، والمقصود بالدين المشترك أي الأمر الذي كان عليه الأنبياء، فإن النص أثبت أن الأنبياء قد حجوا، وقال العلماء وقال علماء السير والسيرة بأنه ما من نبي إلا وقد حج البيت. قال ذلك ابن إسحاق في سيرته، وذكر ذلك
عروة بن الزبير الإمام التابعي رحمة الله عليه ذكر ذلك وغيره من أهل العلم، وجاءت النصوص المخبرة من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: لقد صلى في مسجد الخيف 70 نبياً، أي 70 نبي أثناء حجهم قصدوا مسجد الخيف وصلوا فيه. وهذا طبعاً على تعاقب الزمن، فإذا الأنبياء جاءوا وحجوا، والعلماء وقفوا متأملين. أولاً أثبتوا حج الأنبياء لما جاءت به النصوص الصحيحة الثابتة، ولكن وقفوا هل كان الحج واجباً عليهم أو هو واجب على هذه الأمة فقط، على قولين لأهل العلم. فمنهم من قال أن الحج كان في حق الأنبياء مستحب، وفي حق هذه الأمة الخاتمة واجب، ومنهم من قال أنه واجب على جميع الأنبياء. والعبرة أن الأنبياء قد حجوا ووفدوا هذا البيت وقدموا إليه، بل جاءت الرواية أيضاً تخبر بأن كثيراً منهم حج البيت ماشياً، بل وأن منهم من عندما دخل حد الحرم خلع نعاله احتراماً لأرض الحرم. فكل هذا من تعظيم الأنبياء لهذه البقعة ومجيئهم، وأنها هي القبلة. وكما قال شيخ الإسلام: ليس لله قبلة على ظهر الأرض إلا هذا البيت، إلا هذا البيت. فهذه هي القبلة المشروعة للناس كلهم. وأيضاً قلنا أن هذا الحج ميز هذا البلد بقضية عظيمة، فإننا نعلم أن أركان الإسلام الخمسة هي شرائع الدين العظيمة والشرائع العظام في هذا الإسلام، أركان الإسلام الخمسة. وقلنا تميزت مكة، شرفها الله أنه على ثراها، وأن ساكنها والوافد إليها يستطيع أن يؤدي الأركان الخمسة كلها في هذا المكان، وأن الإنسان متى ما فارق مكة شرفها الله ولو بشبر واحد، فإنه لا يستطيع أن يؤدي من أركان الإسلام الخمسة إلا 4. فهذا هو البلد الوحيد على ظهر الأرض كلها الذي يكتمل على ثراه وفوق أرضه أركان الإسلام الخمسة، وإذا لم يكن هذا تميزاً له فما ندري ما هو التميز. فإذاً هذا من اختصاص الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى أحب هذا البلد وقدمه على سائر البلدان، وأقسم على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر معنا بقوله: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. فهذه أحب الأرض إلى الله. وإذا كان المؤمن لا يتعلق قلبه بأرض أحبها الله، بل هي أحب الأرض إليه من كل سائر الأراضين، فهي أحب بقعة إلى ربنا جل جلاله. فإذا لم يكن أيضاً هذا الحب، بل ليس مجرد الحب، بل الحب العالي، بل الحب حب الإيمان وحب التقوى والاشتياق، وأن الإنسان يغار عليها، وأن تكون آمن بلد وأطيب بلد، وأن يكون الحال فيها على أحسن ما يكون، وأن الإنسان متى ما جاءها لا يريد أن يكون بفعله إلا أن يزيد هذا الأمر طيباً بما يفعل من عبادة الله وتقوى الله وتطهير المكان، وأن لا يكون منه إلا ما يليق بمجاورة هذا البيت، وأن يكون على حال يتأسى فيها بسير الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. فهذه معاني مرت علينا. ثم أيضاً بعد ذلك الإنسان وفق الطريقة الربانية ووفق ما جاء في الكتاب الكريم: الله هو الكريم، والله هو الجواد، والله سبحانه وتعالى هو المعطي، والله هو المنعم، والله هو المنان، والله هو الرحيم الرحمن، فهو الذي أعطى عباده كل شيء، وكل نعمة يتقلبون فيها فهي من عنده،
وما يعملون عملا صالحا إلا بتوفيقي إلا بتوفيقي وهدايته جل جلاله. ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يكافئ هذا العبد الصالح، مع أنه إن عبد الله عبده بجارحة الله خلقها فيه والله قواها، وبقلب الله عز وجل هداه، وبنفس الله عز وجل زكاها. فالفضل لله أولاً وآخراً، ولكن لأنه الكريم ولأنه الجواد سبحانه وتعالى فيكافئ عبده المؤمن إذا عمل صالحاً فإنه يعطيه، بل إن عطاءه ليس على قدر ما تعمل، إن عطاءه مضاعف. وكما قلت بالأمس أقل ما تكون المضاعفة بعشر أمثال ما صنع. أما في مكة فالأمر مختلف تماماً والعطاء مختلف تماماً، وفي هذه الأيام العطاء أكثر وأكثر والزيادة أعظم وأعظم، وفي موسم الحج ومن الحاج، فالعطايا للحاج لا يقدر قدرها إلا من وهب، وهو الوهاب سبحانه وتعالى. فلذلك الحاج يتقلب بين العطايا، والله عز وجل يكرمه والله عز وجل يعطيه، لأن هذا السفر أعظم سفر في حياة الإنسان، أعظم سفر في حياة الإنسان أن يخرج من بيته قاصداً بيت ربه ملبياً مستجيباً لأمر الله جل جلاله، حين قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلما أن هذا الإنسان حركه هذا النداء، وما جاء لطلب مال، وما جاء لنزهة، وما جاء لتجارة، وما جاء للقاء أحد من صديق أو حبيب، وإنما جاء ليرى بيت ربه وليطوف ببيت ربه وليحج ويقف بهذه المشاعر ويدعو الله عز وجل صادقا من قلبه، يخلع ملابسه ويلبس ملابسا لم يألفها ملابس الإحرام. هذا الذي جاء بهذه الكيفية الله جل جلاله يجعله يتقلب في تلك العطايا والنعم والمغفرة والتوبة ومضاعفة الأجور والإكرام والخلف والأثر الطيب له في الدنيا والأثر الطيب في الآخرة. كل ذلك عطايا الله عز وجل يعطيها لهذا الحال. وقلنا أن الأمر ينحصر بين قضيتين رئيسيتين: الأولى أن الحاج موعود بأن يعود من حجه متى ما صدق ووفى بالأدب المطلوب منه، موعود أن يعود كصفحة بيضاء نقية طاهرة، كأنه ولد وخرج إلى الدنيا تلك اللحظة التي يفارق فيها البلد الحرام عائدا إلى أهله. وهل هذا قليل؟ الإنسان المؤمن الذي يستحضر الوقوف بين يدي الله ويستحضر الخجل لو أنه وقف وصحيفته مسودة بالخطايا، ويتفكر ويقف كم وكم وكم من الذنوب التي اقترف، ويتمنى كيف يمحى ذلك، وكيف لا يقف بين يدي الله عز وجل ويقرره بتلك الخطايا، ويريد أن يلقاه بصفحة بيضاء ليست مملوءة إلا بالطاعات، فإنه لا يجد مكاناً ولا عملاً أجدر بأن يحقق له هذا المراد من أن يقصد بيت ربه لأداء الحج أو العمرة. فها هو الحاج قد جاء، وهذا وعد الله جل جلاله. وأيضاً نريد أن نقف لهذا الأمر في هذه التنقية، وأن هذا الأمر ليس فقط في عمل واحد، فنجد النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا أخبرنا: أنت تطوف كل ما تضع خطوة فتوضع عنك سيئة قد ارتكبتها. ولذلك من أكثر الطواف وتعددت الخطى يتفكر
كم حمل من الذنوب، فكل خطوة ستطرح من تلك الصحيفة سيئة ستمحى عنك لتعود بصحيفة بيضاء. وهذا قوله صلى الله عليه وسلم: من طاف بهذا البيت أسبوعاً أي سبعة أشواط فأحصاه كان كعتق رقبة. وأيضاً قال: لا يضع قدمه ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه خطيئة وكتب له بها حسنة. إذن تفكر أن كل خطوة هنا ستكون طريقاً في محو تلك السيئات من صحائفه، وأنها طريق في أن تعود صفحتك بيضاء نقية. أيضاً مسح الركنين فإن في مسحهما أيضاً حط للخطايا، حطاً وليس خطيئة واحدة بل مجموع الخطايا. أيضاً تكرار العمرة فإنه كلما كرر الإنسان العمرة فهو طريق إلى محو الذنوب والخطايا، والحج كذلك. وقد مر معنا الحديث الذي سبق في هذا الباب: عطوى من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، حلقك شعرك يوم العيد، حلقك شعرك. ولذلك الحلق أفضل ولا يعدله التقصير، أولا من حيث أن صاحبه داخل في الرحمة ثلاث مرات، يعني سلم قال: يرحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: يرحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: يرحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. ولكن في ارتباطه بالتطهير يقول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البزار وابن حبان وصححه والطبراني في الأوسط والحديث يحسن، قال عليه الصلاة والسلام: وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة. فكم عدد شعرات رأسك؟ لذلك أراد الله أن يكرم هذا الحاج، أراد الله أن يعطيه عطايا لا مثيل لها. فإذا كان حلقك لشعرك كل شعرة ستسقط عنك سيئة ارتكبتها، فإذا فكر الإنسان في ذلك قال: فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. رمي الجمار، قال صلى الله عليه وسلم أيضا فيما رواه البزار، قال: وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من كبائر الموبقات، بكل جمرة. ولذلك الإنسان لو أتم، إذن هو يرمي يوما 23 جمرة، إذن يتفكر بأن هناك 21 كبيرة سيسقطها الله عز وجل عنه. إذن هذه عطايا. قد يقول الإنسان: هذا الخير من أين سيبدأ لهذا الحاج، ومن أي لحظة ومن أي مكان؟ هل هو إذا وصل الميقات، أو هو إذا دخل أرض الحرم، أو هو إذا وصل إلى المسجد، أو إذا وقف بعرفة؟ القضية أوسع من ذلك، وعطاء الله عز وجل لك أوسع. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه عبادة بن الصامت: فإن لك من الأجر إذا أممت البيت العتيق ألا ترفع قدماً أو تضعها أنت ودابتك إلا كتبت لك حسنة ورفعت لك درجة. وأيضاً من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة. من يوم أن
خرجت من بيتك، وانظر أي مسافة بين بيتك وبين البيت الحرام، من جاء من أقاصي الأرض ومن كل مكان، مهما كان بعد بيتك عن المسجد الحرام، من اللحظة الأولى التي قمت وبدأت العزم وبدأت السير نحو بيت الله الحرام، فاعلم أن الملائكة بدأت تكتب، وصحائفك بدأت تملأ، والمسح من السيئات بدأ من ذلك المكان. فكل خطوة تخطوها دابتك، وكل خطوة تخطوها أقدامك، فإن لك هذا الأجر مكتوب لك. إذن هل هناك سفرة ستعطي الإنسان هذا الخير كله؟ ناهيك عما يكون في عرفة، ومن العطايا العظيمة والمباهاة من الرب جل جلاله بالحجاج يباهي بهم الملائكة. لذلك ما رؤي الشيطان في يوم هو أحقر وأغيظ من ذلك اليوم. يقول أمكر بهم السنة كلها ثم في لحظة يمحو عنهم كل تلك السيئات. لهذا تعلقت القلوب بهذا البيت وبهذه العبادة. فإذا هذه عطايا عظيمة جعلها الله عز وجل للحجاج. من هنا حقيقة نقول احذر أن تخدعك نفسك الأمارة بالسوء، واحذر من عدوك إبليس بعد أن أكرمك الله وهيأ لك هذا المجيء وهذا المسير ويسره لك. وكم 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 ممن تتوق نفسه لمثل وضعك الذي أنت فيه، والله عز وجل اختارك أنت وأعطاك أنت ويسر الأمر لك أنت، فاحذر أن ترجع من ذلك بدون شيء حين تغرك نفسك وتأمر الإنسان نفسه بالمعصية. لذلك هي أيام، فاجعلها فعلا في طاعة ربك وصنها. لذلك أشغل نفسك بالطاعة وبالعبادة حتى تغلق كل باب يعني قد يفتح عليك إبليس أو نفسك الأمارة بالسوء فتجعلك تخسر. ذلك احذر الجدال، احذر الرفث، الفسق، المعصية، كثرة الكلام فيما لا ينفع، كل ذلك يكون الإنسان متحاشيا له، فيكون مظهره الخشية وعليه السكينة ويعلوه الوقار. والكلمة الطيبة هي التي تكون على لسانه حتى يكرم بإنجاز هذا النسك على أحسن ما يكون، فيكون ممن فاز بتلك العطايا الربانية التي جعلها الله عز وجل لحجاج بيته، وما جعلها لغيرهم، وجعلها في هذا المكان وما جعلها في غيره، ما جعلها في غيره هذه العطايا، ما جعلها في غيره أبدا. هل في الدنيا مكان جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلاة العبد فيه تعدل 100,000 صلاة؟ 100,000 صلاة عمرك كله تصلي في بلدك، أنت تأتي هنا إن صليت 5 صلوات يوم واحد فقط كأنك صليت على قدر عمرك في بلدك 5 مرات، وإن صليت يومين أو أسبوع أو أسبوعين. إذن هذا الفضل العظيم ما جعله الله عز وجل إلا في هذا المكان، في هذا البلد الحرام، فيكون الإنسان أحرص ما يكون على ذلك كله ولا يضيع الفرصة. والإنسان ما يدري إن يسر الله له ذلك هذا العام هل يتيسر له عام آخر، أو يكون العمر أقرب والأجل أدنى، والإنسان والله ما يدري. فها أنت قد أعطيت الفرصة وأكرمك الله، فكن خير من ينتفع بالفرصة، واغتنم أيامك ولحظاتك بل دقائقك وثوانيك في هذا المكان، اغتنمها وفق هذا الأدب. وأكبر ما سيعينك على ذلك كما قلنا
الوقوف مع الآيات البينات وتذكر الأنبياء الذين كانوا هنا وعبدوا هنا وصلوا هنا وطافوا هنا، تذكر ذلك كله ليكن عونا لك على أن تسير على الطريق وعلى خطاهم. نعم، نكمل ما تبقى من هذا المتن وبقي معنا حديثين، نسأل الله أن ييسرنا. الحديث 39 عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. ابن عمر رضي الله عنهما، ووجدنا أن له أكثر من حديث في هذا المتن، وذلك لكثرة ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يروي لنا هذا الحديث أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخبر فيه عن وفد الله. وهنا أيضا يقف الحاج والمعتمر ويستشعر نعمة الله ويشكر ربه عز وجل الذي أعطاه هذه المكانة وهذه المنزلة وهذا اللقب الذي هو لقب فخر وشرف. الإنسان قد يكون حريصاً أن ينسب إلى والديه، وحريصاً أن ينسب إلى قبيلته، وحريصاً أن ينسب إلى بلده، وحريصاً أن ينسب إلى شهادته ومنصبه، ولكن كل ذلك للدنيا. الحاج والمعتمر ما رضي الله عز وجل له بشيء من ذلك كله، ما رضي له بشيء من ذلك كله، وأن لمكانته ولعظم عمله وأثره في أمر الدين وصلاح أمر الدنيا، فالله عز وجل أراد أن ينسبه إلى ما هو أرفع من الدنيا وما فيها، فكان ذلك بأن ينسب إلى الله جل جلاله. فقال عليه الصلاة والسلام مخبراً أن وفد الله، من يستحق هذا اللقب؟ وفد الله، وفد الله. وأصلاً الوفد هو الوفد هي مكانة عليا، لأن الوفد هم صفوة من القوم يختارون إما لفصاحتهم وإما لذكائهم ونباهتهم وإما لإقدامهم وجرأتهم، يختارون من بين الناس كلهم ليكونوا هم في مقدمة الناس ويهيئون المكان للناس، فلا بد أن يكون اختيارهم بكل عناية. هذا هو الوفد، هذا هو الوفد، وهو يعبر عمن خلفه. إن أرادوا أن تكون لهم مكانة فيختارون من يهيئ لهم ذلك، وإن أرادوا أن يكون لهم منزلاً حسناً يختارون من عنده القدرة أن يهيئ لهم ذلك، وإن أرادوا أن يكون لهم قبول يختارون من يهيئ لهم ذلك. فإذاً الوفد أساساً هم صفوة واختيار، ولكن ذلك لا يكفي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من بين الناس كلهم لا يستحقون هذا اللقب إلا 3 فئات فقط هم الذين يستحقون هذا اللقب. من هم هؤلاء 3؟ قال: الغازي في سبيل الله، المجاهد في سبيل الله، هذا واحد، والحاج والمعتمر، هؤلاء هم 3، هؤلاء الذين نالوا هذا الفوز العظيم ونالوا هذا الشرف الكبير، وأنهم يحملون هذا الوسام
العالي أيهما أشرف للإنسان؟ هل يقول أنا فلان ابن فلان أو يقول أنا من وفد الله؟ أي اللقبين أشرف؟ هل يقول أنا من بلدي كذا أو يقول أنا وفد الله؟ ليس هناك عاقل فضلاً عن مسلم إلا ويرى أن يقال له وفد الله هو أرقى من أي نسبة وأعلى وأشرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر ويبشر هذا الحاج ويحفزه لكي يشعر الحاج أن كل جهد وكل تعب وكل معاناة وكل مال دفعه والله قليل أمام هذه العطايا التي يتحصل عليها. كم أنفق الإنسان إذا كان ستمحى عنه المئات والآلاف من الذنوب؟ ماذا أعطى الإنسان إذا كان سيحصد تلك الحسنات؟ ماذا قدم؟ ماذا وجد الإنسان إذا كان الثمن الجنة؟ إذا كان الثمن هذا الشرف أنه من وفد الله. فإذا عندما يقف الحاج يستهين كل شيء في طريقه ما دام أن الثمن هو هذا وأن هذا هو الشرف الذي تتربع عليه يوم أن قلت لبيك اللهم حجة أو لبيك اللهم عمرة، أدخلت نفسك في هذا الشرف. ومن لم يحج هو بعد ما أدخل نفسه في هذه المكانة. إذن قال الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله. هل هذا فقط؟ لا. الآن هذا وفد إلى من؟ إلى الله. من وفدت إليه؟ وقلنا الوافد يهيئ لمن خلفه ويهيئ لنفسه ويكون على أهلية أن يقبل فيما يطلب، فالله يعطيه هذه البشارة أنه وفد ونجح. كيف نجح؟ بأنه وفد على بيت ربه ودعا ربه، فالرب جل جلاله استجاب لدعائه، نلت الشرف وتحقق المقصود. ودعاء الله عز وجل أعظم أعظم ما يسلكه الإنسان لتحقيق أمانيه وتحقيق آماله والبلوغ مراداته، أن يدعو الله إيمانا بأن المالك هو الله، المعطي هو الله، المنعم هو الله، القادر هو الله، الوهاب هو الله جل جلاله، الرزاق هو الله، المحيي هو الله، شافي الأمراض هو الله جل جلاله، الهادي هو الله. كل ما تتخيل من مراد لك ستجد من أسماء الله جل جلاله ما يدل على أنه هو مالكه ومعطيه. فإذا هذا الوفد الذي يأتي إلى بيت ربه وأعطي هذا اللقب أنه وفد الله، سيأتي هنا ويدعو الله وفي طريقه يدعو الله، فلذلك جاءته البشارة الثانية أنك وفد تحقق مقصود وفادته، فالآن أطلب فيستجاب لك. قال دعاهم فأجابوه ويدعونه وسألوه فأعطاه. من الذي ناداك ومن الذي أوجب عليك الحج؟ الله. وجئت إلى أين؟ إلى بيت الله لتحج بيت الله مستجيبا لأمر الله. قال دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم. القاعدة العظيمة في هذه الشريعة المباركة، الجزاء من جنس العمل. دعيت فأجبت، تدعو فيستجاب لك، الجزاء من جنس العمل. فمن حج صادقا وأنه أراد مرضاة الله وطاعة الله فليبشر بأنه يدعو والله عز وجل سيستجيب له، سيستجيب له. وسألوه فأعطاهم. فلذلك هي فرصة لهذا الحاج. لذلك كما قلنا كان السلف
رحمة الله عليهم وهم يدركون هذا الأمر. فمن كان في استقبال الحجاج سواء في هذا البلد أو في استقبال الحجاج بعد رجوعهم إلى البلد، كانوا الجميع هؤلاء وهؤلاء يدركون الخير الذي أعطي لهذا الحاج وكيف ينالون من ذلك الخير. فكان في من يستقبل بالإكرام وإحسان التعامل رغبة في أن تكون الدعوة الصادقة من هذا الحاج الموعود بالإجابة، فتحصل السعادة لذلك الإنسان الذي دعا له حاج بصدق، دعوته مستجابة. لذلك كانت كلمة ابن عباس كان يقول: لو يعلم المقيمون بما للحجاج عليهم من الحق لأتوا إليهم حتى يقبلوا رواحلهم، لأنهم وفد الله من الناس كلهم، يأتوا إليهم لا ليقبلوا أقدامهم بل يقبلوا أقدام الرواحل التي نقلتهم. وكان السلف إذا ما رجع الحجاج من الحج قبل أن يدخلوا إلى بيوتهم وقبل أن ينخرطوا في أعمالهم كانوا يلقوهم قبل الدخول ويقبلون ما بين أعينهم ويطلبون منهم الدعاء. فإذا هذا النص الذي يخبر بأنهم هم من بين الناس وفد الله تعالى، وأنهم أيضا كان عملهم استجابة لدعاء الله جل جلاله، أين دعاؤه؟ عندما قال الله آمرا خليله إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، وقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فإذا استحضر الحاج هذا المعنى ووقف مع نفسه وقفة صدق أنه ما خرج إلا أن يكون وفيا للعهد الذي أخذ عليه في عرفة، وأن يكون وفيا لأذان الخليل إبراهيم، وأن يكون وفيا أيضا لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام الذي أيضا أمر بالحج ودعا إليه، وأن يكون مستجيبا لذلك كله، وأنه ما أخرجه من بيته إلا الاستجابة لذلك كله، وأنه يبذل كل ما يستطيع ليؤدي ذلك العمل على الهدي الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه ولا يتوانى. فإن كان كذلك كما قلت جعل نفسه في تلك المنزلة العلية أنه وفد الله، وعندها إن دعا ربه استجاب الله عز وجل دعاءه وأعطاه ما طلب، والله هو العليم الحكيم. فقد يسأل الإنسان شيئا والله عز وجل يعطيه أعظم مما سأل، وقد يمنعه شيئا ليعطيه ما هو أعلى مما سأل. فالعبد يثق في أن الله أوفى الأوفياء، ومن أوفى بعهده من الله، فلذلك يرفع يديه إلى ربه ويلجأ إلى الله ويسأل كل ما يتمنى من خير الدنيا والآخرة، ويعلم أن الله عز وجل وعد وأن يعم بدعائه من له حق عليه. ومن عموم المسلمين فهذا خير عظيم، فإذا دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فإذا هو فيه توجيه لمن حول الحاج بإكرامه وخدمته والإحسان إليه، وفيه أيضا يعني للحاج تنبيه بأن هذا العطاء من الله عز وجل. ولذلك يقولون التكليف التشريف على قدر التكليف، فالله أعطى الحاج
تلك العطايا، لأن الحاج يقوم بجهد، في جهد بدني وجهد مالي وفكري، فلذلك إذا جعل الإنسان كل ذلك في طاعة الله عز وجل فتكون له هذه العطايا. ثم يعطينا الأمر الذي نكرره مع كل نص: فضل هذا المكان، فضل هذا البلد، فضل هذا المسجد، وأن هذه من البركة التي جعلها الله عز وجل في هذا المسجد، أن يعطى هذا العابد، هذا الحاج والمعتمر هذه العطايا. وهو أيضا يعني بيان لمكانة العبادات المكية التي ارتبطت بهذا البلد وبهذا المسجد وبهذا البيت وبهذه المشاعر. لذلك الإنسان لا يبخل ولا يقصر ولا يتوانى ولا يحسب على ماذا أنفق أو ذهب منه، فإن الخير الذي يعود عليه فهو أضعاف أضعاف ما ينفق وما يقدم، وأن ذلك كله مخلوف عند الله سبحانه وتعالى. وأما إكرام الضيف فقد كان هذا من هدي الخليل إبراهيم عليه السلام ومن ملته وطريقته، بل الإشارة اللطيفة في الآية الكريمة التي ذكرتها في الأذان، قول الله جل جلاله لإبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك، ما قال يأتوني لله وما قال يأتوا البيت، وإنما قال لإبراهيم يأتوك. قال علماء التفسير: فيه إشارة أن إبراهيم عليه السلام أمر أن يكون في استقبال الحجاج كل عام طوال حياته ليستقبله ويعلمه ويقوم بخدمته، فالله قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك. فلذلك أهل هذا البلد لا شك أنهم أيضا يدخلون في هذا الأمر، وأن يقوموا بخدمة هذا الوافد الكريم يأتوك. فلذلك بتعليمهم والقيام على حاجتهم يأتوك، يأتوك رجالا. فإذا هذا، ولذلك كان هذا الأمر في أهل هذا البيت منذ زمن إبراهيم، وبقي حتى أيام الجاهلية، حتى أيام الجاهلية كان ذلك موجود. ولذلك كان قصي وكان من قبله هاشم كانوا يقومون بهذا العمل. هاشم بن عبد مناف كان يقول لقريش، يقول لهم إذا حضر الحج، يقول: يا معشر قريش، إنكم جيران الله، وأهل مكة كما جاء في الحديث يلقبون بأهل الله. قال: إنكم جيران الله وأهل بيته، خصكم الله بذلك وأكرمكم به، ثم حفظ منكم ما حفظ جار من جاره، أي لأجل الحرم حفظكم، والناس يتخطفون من حولكم، فأكرموا ضيافه وزوار بيته يأتونكم شعثا غبرا من كل بلد. فكانت قريش ترافد على ذلك. فإذا هذا منذ زمن هاشم ومن قبله، ثم زمن قصي عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مأثرة من مآثر الجاهلية تحت قدمي إلا السدانة والسقاية والرفادة. فأبقى هذا الأمر وأقره وثبته وزاده ونماه ببيان الهدي في هذا الأمر، فكان ذلك منذ ذلك الزمن وإلى اليوم. فإذا هذا أمر إكرام هذا الوفد، وكذلك هذا الوافد يكون قدومه خير قدوم على هذا البلد وأهله، حين يكون منه هذا العمل الصالح الطيب وتلك الحركة الطيبة في هذا المكان المقدس، فيكون عوناً في إظهار
أمنه وطهره ونقائه، وأن يكون مظهر العبادة هو الغالب على هذا المكان وهذا البلد، فإذا هي حقوق متبادلة بين عباد الله، وكل يؤدي ما أمر به وكلف به، والله عز وجل يسأل كل إنسان عما كلف به. والقصد أن هذه المكانة العلية هي تستلزم أيضا تكاليف وتشريع، فالإنسان يحرص أن يؤدي ذلك وأن ينجزه على أحسن حال. تفضل. الحديث 40. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما كان، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. حديث ابن عمر هذا فيه إخبار عما سيكون في آخر الزمان من أروز الإيمان، ولكثرة الغربة والجهل الذي ينزل بالناس. ولذلك تذكرون وبالأمس ما أشرت إليه من قضية العلم، العلم والقراءة والتي يكون مفتاحها بسم الله، أي فيما يرضاه الله جل جلاله. اقرأ باسم ربك الذي خلق، أن تقرأ ما يزيدك إيمانا، وأن تقرأ ما يزيدك فقها في دين الله، وأن تجالس من مجالسته زيادة علم لك، واحذر أن تنشغل في أمر دنياك عن أمر آخرتك، فالمسلم إنسان أخروي، والذي معرفته وعلمه قاصر على أمر الدنيا فهو صنف يبغضه الله جل جلاله. وسمعنا الحديث الذي ذكرته أيضا، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعذري جواض، صخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. هذا صنف لا يحبه الله بل يبغضه الله. والغربة إنما تكون عندما يكثر أمثال هذا الصنف المذكور، عندما يقل علم الإنسان بأمر دينه وبأمر آخرته، وعندما تكون كل معارف الإنسان ليست إلا للدنيا ومرتبطة بالدنيا. إن سألته في أمر الدنيا تجده من أبرع الناس، وإن سألته عن أمر دينه وآخرته لا يحسن قولاً ولا يرد جواباً. فعندما يكثر أمثال هؤلاء فعلى مثلهم يتحقق هذا الوصف المذكور هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بدأ غريباً، بدأ غريباً في أول مرحلته، يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم لوحده، وكما قال هو معبراً عن تلك المرحلة وتلك الفترة وتلك الأيام الصعبة عليه، عندما قال: أوذيت في الله ولم يؤذ أحد، وابتليت في الله ولم يبتلى أحد، بمعنى أنني كنت أؤذى في الله لوحدي في الوقت الذي ما كان أحد على ظهر الأرض كلها يؤذى من أجل الله يقول إلا أنا. وأصعب البلاء يوم أن يشعر الإنسان أنه لوحده، ويوم أن يكون البلاء عليه لوحده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، وهنا يقول: بدأ الإسلام غريبا. بتلك البداية بدأ الإسلام، وكل من حول الكعبة كافر ومشرك، لا يذكر الله وحده أبدا إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما مات حتى صحن المطاف ممتلئ
وكلهم لا يدعون إلا الله وحده. أتم الله به الدين، أتم الله به الدين وأكمل به النعمة. وهنا في هذه الأرض وعلى صعيد عرفات بعد 23 عاما من أوذيت في الله ولم يؤذ أحد لوحده، 23 عام، ثم من حوله ما يزيد على 100,000، كل واحد منهم أهون شيء عنده أن يفدي رسول الله بنفسه ودمه صلى الله عليه وسلم. وعندها أنزل الله عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، رضيت لكم فهمكم، رضيت لكم إيمانكم، رضيت لكم عملكم وإنجازكم وعباداتكم، رضيتها لكم، فلا تغيروا على ما وصلتم إليه. فأصبح ذاك الجيل هو القدوة والأسوة للناس إلى يوم القيامة. فبدأ الإسلام غريبا، ثم أكمل الله النعمة وأتم هذا الدين. ثم الشيطان سيظل يمكر، والنفس الأمارة وجنود إبليس، ليعم الجهل في هذه الأمة. وعندها سيعود الدين غريبا كما بدأ، سيعود الدين غريبا كما بدأ، ولكن غربته الأخيرة غربة بين أهله، بين أولاده، بين أتباعه، بسبب الجهل وقلة العلم وعدم بذل الجهد في التعلم. فسيكون غريبا وهو يأرز ما بين المسجدين، هذه المكانة لهاتين المدينتين ببقاء هذين البيتين وما ارتبط بهما من عبادات. سيكون هذا المكان والمدينة النبوية منارة لأهل الإسلام يأرز إليها الدين. فهنا كانت البداية، وفي المدينة كان الظهور والانتشار، ويشاء الله عز وجل أيضا أن يكون هذا المكان وذاك المكان محل أمن وأمان للأمة إلى يوم القيامة. ولذلك قلنا، وتذكرون ما أشرت إليه في عدد من الأحاديث والآيات وموضوع الأمن والضمانات القدرية والدعوات الإبراهيمية التي كل ذلك وقفنا معه، هنا نستوعب أيضا له أفق لتلك الأمور، وهو أن هذا المكان أراده الله أن يكون صمام الأمان. والإنسان المسلم في هذا المكان صمام أمان، والحاج والمعتمر عندما يأتي إلى هذا المكان صمام أمان للدنيا بأكملها. البيت بقاؤه بقاء الإسلام، ذهابه ذهاب الإسلام. البيت بقاؤه ببقاء الحجاج والمعتمرين والمصلين، ذهابهم سقوط البيت، سقوط البيت نهاية الدنيا، هذه هي المعادلة. لذلك سيبقى هذا المكان ويبقى أهل الإسلام، ويبقى هو مأرز الإسلام والإيمان. فهذه آمن بيئة للإسلام هي بيئة الحرمين، وهذا مصداقه ليس قول واجتهاد، لكنها قول الذي لا ينطق إلا بالحق ولا يقول إلا الحق صلوات الله وسلامه عليه، حين قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما كان، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها تجتمع وتعود. فكذلك الدين، ففي زمن الغربة سيكون هذا هو المكان الذي يعد آمن مكان، ويكون الإسلام أقوى ما يكون فيه. فإذا هذا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الحديث بيّن أن لهذا الدين غربة ستكون في آخر
الزمان وغربته في آخر الزمان، ثم فضل ومكانة مكة شرفها الله، والمدينة كذلك شرفها الله في هذا الأمر. أيضا التنبيه أن هذا المكان أن الله عز وجل جعله حرما فلا يدخل فيه إلا المسلم، وهذه خصيصة لمكة حتى دون المدينة، فهو البلد الوحيد الذي لا يجوز لغير المسلم أن يدخله بقول الله وبنص كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهذه الآية في سورة براءة، النبي صلى الله عليه وسلم تذكرون عمرة القضاء التي ذكرناها كانت في العام السابع، وكان الصلح مع قريش، نقضت قريش العهد وما اتفقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه نقضوا، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في العام الثامن. العام الثامن تم الفتح، ولى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة رجلا منهم اسمه عتاب ابن أسيد رضي الله عنه، ولاه إمارة مكة وأمره أن يحج بالناس في ذلك العام. فالعام الثامن جاء الحج ومكة قد فتحت، فحج بالناس عتاب بن أسيد، وكان الناس منهم من كان حجه ما زال على ما كانوا عليه أيام الجاهلية، خصوصا من كان يأتي من قبائل العرب. في العام التاسع بعث النبي صلى الله عليه وسلم الصديق أبا بكر ليحج بالناس، وبعد أن خرج نزلت عليه سورة براءة فبعث بها علي رضي الله عنه وقال: هذا بلاغ للناس لا يقوم به إلا أنا أو أحد من آل بيتي، فبعث به علي رضي الله عنه والتقى بأبي بكر رضي الله عنه وأخبره بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يقرأ براءة على الناس في أيام الحج، والتي تضمنت تلك النداءات أولاً أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وأنه لا يحج بعد العام عريان ولا يحج مشرك، وأن من كان له عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعهده إلى مدته التي تم الاتفاق عليها، ومن ليس له عهد فليس لهم إلا 4 أشهر ثم لا يقرب المسجد الحرام إلا مسلم. فقدم علي رضي الله عنه وتلا تلك الآيات على الناس يوم عرفة وفي مواقف الحج في منى وفي مزدلفة ليكون بلاغاً للناس كلهم. بعد أن كان ذاك البلاغ حج النبي صلى الله عليه وسلم حجته في العام الذي بعده، وهي حجة الوداع في العام العاشر، ونزل عليه آية التمام في يوم عرفة: ومن ذلك اليوم احسب 81 ليلة وبعدها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. 81 ليلة بعد وقوفه من عرفة كانت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أن هذا البلد خص بأنه البلد الذي لا يدخله إلا مسلم ولا يسكنه إلا مسلم، وأيضا إشارة إلى أن مبدأ الإيمان كان بمكة والنهاية ستكون إلى مكة، ولذلك آخر بلاد المسلمين خرابا هو مكة، فهو أطول مكان عبد الله فيه، أطول مكان عبد الله فيه حيث البيت الأول، حيث البيت الأول، وليس مكان ارتبط به الأنبياء وعباد الله الصالحين كما ارتبطوا بهذا البيت وبهذا المكان، فهذا المكان الذي أكرمنا الله عز وجل ونحن في هذه اللحظات
في هذا المكان ونحن في ختام هذا المتن، نسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لطاعته، وأن يجعل ما تعلمناه عوناً لنا على مرضاته سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا لبلاغ هذا الأمر لكل أحد من الناس، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن المعتمرين عمرتهم، ومن الطائفين طوافهم، ومن الداعين دعاءهم، ومن الذاكرين ذكرهم، ومن التالين تلاوتهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا في زمرة أهل الإيمان مع رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ونسأله جل جلاله وهو السميع المجيب وهو الكريم المنان أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا من أهل جنته وسكان الفردوس، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.